أهلا بكم في استعراض شخصيات هذا الأسبوع في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. سيقوم طاقمنا من المحللين والموظفين كل أسبوع باستعراض معلومات عن شخصية مركزية في العالم المالي. قد تكون هذه الشخصية في الحكومة أو أحد البنوك أو مستثمر أو تاجر مهم أو مجرد شخص الذي احتل العناوين المالية خلال الأيام الأخيرة. سوف نتحدث في هذا الفيديو عن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل. خلال السنوات الثلاث بعد وفاة ستيف جوبز اضطر السيد كوك للتعامل على هجمات من قبل مستثمرين ناشطين ومع فقدان الثقة بين بعض مساهمي أبل من أن الشركة لن تنجح دون آخر مؤسسيها. ولقد قاد أبل هذا العام في خطوة كبيرة للخروج في ظل سلفه ترك بصمته على الشركة مع مجموعة خاصة من القيم والأولويات: جلب دماء جديدة، تغيير طريقة إدارة الفائض المالي، فتح أبل المزيد من التعاون والتركيز أكثر على القضايا الاجتماعية. لقد سمت فاينانشال تايمز كوك مؤخرا باسم شخصيات العام، وسمته جلوبال فاينانس ضمن 50 شخص الأكثر تأثيرا في عام 2014. في مقابلة أجريت معه مؤخرا فاجأت يمق القراء عندما تحدث عن حياته الجنسية. وقال كوك: في حين أني لم أنكر سابقا حياتي الجنسية إلى أني لم أعترف بها علنا أيضا حتى الآن، لذلك اسمحوا لي أن أكون واضحا، أنا فخور كوني مثلي الجنس، وأنا أعتبر كوني مثلي الجنس أحد أعظم الهدايا التي وهبها الله لي. تيم كوك هو الرجل وراء الشركة الأكثر قيمة في العالم، ولاعب رئيسي في التصميم والتكنولوجيا والنشر وهوليوود والموسيقى. خلال شهر مايو دخلت الشركة مجال الموسيقى وخدمة تدفق الموسيقى بقيمة 30 مليار دولار. قالت: حققت أبل رقم قياسي جديد في عطلة نهاية الأسبوع لبيع آيفون 6، حيث باعت 10 ملايين آيفون في 3 أيام فقط. ولد تيم كوك في ولاية ألاباما في 1 نوفمبر من عام 1960. تخرج من جامعة أوبون بعد أن حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 82، وهو حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية فوق والأعمال في جامعة تيوك في أواخر الثمانينات. بعد عمله لمدة 12 عاما في شركة IBM أصبح كوك عام 1994 الرئيس التنفيذي للعمليات. وبعد العمل 6 أشهر في كومباك ترك كوك وظيفته وحصل على وظيفة في شركة أبل. وفي آب من عام 2011 أصبح كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، وذلك مكان الرئيس التنفيذي السابق ستيف جوبز الذي توفي في أكتوبر من عام 2011 بعد ما استمرت لسنوات مع مرض السرطان.